تجربة فريدة تعود بزوار اللوفر أبو ظبي إلى مغامرة استكشافية نادرة عبر 2500 عام، حيث ينظم المتحف في الفترة من 23 من مارس إلى 2 من يونيو 2018 معرض العالم برؤية كروية، والذي يقدم رصداً لجهود العلماء قبل مئات السنين لإثبات كروية الأرض. ويروي المعرض اكتشاف تاريخ تمثيل العالم بشكل كروي والأدوات العلمية التي استخدمت لذلك من العصور القديمة وحتى اليوم من خلال 160 قطعة تاريخية من مجموعة المكتبة الوطنية الفرنسية والقطع الأخرى المعارة، كما يقدم أكثر من 40 مجسماً كروياً وبقايا أثرية نادرة. فلا شك في أن متحف اللوفر أبوظبي تحفة معمارية ومحطة ثقافية تجمع الشرق بالغرب.